ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني انا كريم عفت، بقدم محتوى لايف ستايل وبقدم حاجات كتيره. ادخل خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس على زرار الجرس اللي جنب السبسكرايب عشان يوصلك اي نوتيفيكيشن او اي اشعار لو انزل اي فيديو جديد. ويلا بينا ندخل في موضوع الفيديو. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن تعمل ايه اول ما تدخل الجامعه عشان ما تتسوحش. لو ما شفتش الفيديو هتلاقيه هنا على ما اظن يعني. وفي الفيديو ده كنت متعمد وكنت قاصد ان انا لما اجي اتكلم عن النقط اللي كانت في الفيديو اتكلم عليها بسطحيه جدا عشان اعمل كل نقطه في كل فيديو. طب ده ليه؟ عشان اجمع فيوز. لا بجد فعلا اللي خلاني اعمل كده ان كانت كل نقطه مهمه جدا اللي لازم اعمل لها فيديو، لكن لو كنت عملتها في فيديو واحد كان الموضوع كان هيطول جدا والفيديو كان هيعدي نص ساعه ومحدش كان هيتفرج عليه. فكل نقطه في كل فيديو. ولو انت اتفرجت على الفيديو اللي فات هتلاقيني ان انا في نقطه قلت لو البنت او الولد حد قاعد جنبهم او كلمهم فمعنى كده ان البنت مش بتحبك جدا او الولد مش بيكراش عليكي، ده هي بس بتبقى فتره الجامعه والتعارف كده. موضوع الفيديو هيبقى كده النهارده. يلا بينا نعدي الانترو ونتكلم في موضوع الفيديو. دلوقتي انت او انت خلصتي فتره الثانويه والسناتر والامتحانات كل اسبوع والامتحانات عموما وكل حاجه، والحمد لله نجحنا ودخلنا جامعه ايا كانت. اول ما تدخل الجامعه او اول ما بتدخلي الجامعه بتلاقي ان الموضوع غريب عليكي، وان الولاد بتعجب بالبنات، وان ولد بيكلم بنت عادي والبنت بتكلم ولد عادي. طبعا الكلام ده ما كانش ينفع في السناتر وفي ثانويه عامه عشان كان المشرفين بقى والاسيستنت بقى والمدرسين ما ينفعش والكلام ده، واكلم بابي والكلام ده. لكن في الجامعه الموضوع مفتوح جدا، مفيش اي حاجه. هو ممكن البنت ما تكلمش ولد، او معلش انا مش بكلم ولاد، او ممكن مثلا ولد مثلا لو عنده قواعد ثابته هو ماشي عليها، بس دي صعبه يعني الا ما رحم ربي، اللي هو انا ما بكلمش بنات فانا كده ده ماشي ملناش دعوه بيه. لكن احنا بنتكلم عن الناس الجديده اللي لسه داخله وشايفه ان الموضوع جديد. كان البنت مش اي ولد يجي يكلمك معنى كده اللي هو هيموت عليكي ونفسه يرتبط بيكي. وبالنسبه للولد، وده حط تحتيها مليون خط، مش اي بنت تيجي تكلمك معنى كده اللي هي بتكراش عليك ونفسها تكلمك وكده حققت حلم حياتها. الموضوع بيبقى عادي. الناس او الطلبه حبايبي اللي لما بتيجي تخلص ثانويه عامه بتبقى في فتره ضغط وفتره كف، ما بتتعرفش على اي حد، اهم حاجه عندها ان هي تجيب مجموع عالي عشان تدخل الكليه اللي هي عايزاها، فمش بتبقى بتفكر في اللي هي تكلم ولاد او هو يكلم بنات والكلام ده. وغير كده اصلا السنتر اللي هي كانت بتاخد فيه او المدرسه اللي هي كانت فيها كانت مانعة الحاجات دي. المدرسة بتبقى للبنات لوحدها ومدرسة للولاد لوحدها، وفي كمان سناتر بتبقى مجاميع للولاد لوحدها ومجاميع للبنات لوحدها. فحكاية أصلا البنات أو الولاد يدخلوا جامعة ويلاقوا الموضوع ده والبنات على ولاد والكلام ده، فالموضوع بيبقى بالنسبة لهم جديد. فبتلقائيا لما البنت تيجي تكلمك تسألك على الجدول أو تسألك عن أي حاجة في المحاضرة اللي فاتت، أنت بتكراش عليها بقى والبنت دي خلاص بتحبني، وتدخل بقى تدور بقى عليها انستجرام بقى والسوشيال ميديا وتبعت لها آد. ولما تيجي البنت تكرف لك أو تعمل لك بلوك تسأل إيه ده إزاي ده هي جت قالت لي جدول فين؟ فالحوار ده غلط جدا. وانت برضو نفس الكلام، مش معنى اللي هو جه سالك او قال لك معلش الساعه كام ولا عايز قلم معلش معنى كده انت تدخلي بقى تبعتي له بقى فولو بقى وتدوري على جوجل اسعار قاعه الياسمين بقى وقاعه اللؤلؤه والكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. عشان جاي لما تلاقي الولد بيكرف لك او شايفك اللي انت متطفله عليه قوي تقولي ايه ده ازاي ده هو قال لي هاتي قلم ولا قال لي هاتي الجدول بتاعي. فدي المشكله بتاعتنا. وبرده المشكله الثانيه اللي الطلاب بتقع فيها ان الولد بيبقى لسه خارج من ثانويه عامه ويصاحب اي بنت قدامه، اي بنت يتعرف عليها يصاحبها وياخد رقمها وتبقى صاحبته، 15 16 بنت والكلام ده. نفس الكلام برده للبنت، تبقى لسه برده طالعه برده من ثانويه عامه والموضوع بالنسبه لها جديد بقى، فاي ولد يجي يكلمها تاخد رقمه وتصاحبه. ده برضو غلط جدا. اعمل لنفسك في الجامعة هيبة وبراند. يعني ايه؟ يعني مش اي حد تقابله تصاحبه، لا انت ممكن اقابلك في مرة حبيبي الكلام ده، بس انت ليك عندي ليميت معين او ليك عندي حد معين ما تتحدهوش. نفس الكلام برضو للبنت، انت برضو لما تيجي برضو تصاحبي برضو ولاده الكلام ده كل واحد يبقى ليميت معين، واحد اخره صداقة بس، واحد اخره اللي انا بس اسلم عليه في الجامعة. نفس الكلام برضو للولاد، فكل واحد يبقى ليه ليميت بس معين في حياتك، مش اي حد يبقى مفتوح كده لحياتك على طول او حياتك على طول. في بقى طلاب تاني، ودي احنا مش عايزين نتكلم عليهم او انا مش حابب اتكلم عليهم، ان هما بيبقى داخلين الجامعه اي بنت قدامهم عايزين يكلموها، حلوه او وحشه اي بنت عايزين يكلموها كزياده بس عدد بنات بيكلمهم بقى، واللي هو بقى باد بوي والكلام ده. ده بيبقى نفس الكلام برده للبنت، برده بتبقى برده لسه مخلصه ثانويه عامه وتدخل تكلم اي ولد قدامها.
طب ايه النصايح يا عم كريم اللي تديها لنا عشان نتفادى الموضوع ده؟ النصايح اللي نفس اللي انت كنت ماشي عليه في الثانويه العامه هو اللي انت هتمشي عليه في الجامعه. مش هقول لك بقى اهتم بدراستك وما تكلمش بنات، وانت اهتم بدراستك وما تكلميش ولاد، لا، الموضوع في الجامعه عادي جدا، الا لو انت عندك قيم ومبادئ، او انت عندك قيم ومبادئ خلاص كده انا محترمها جدا ومحترمك جدا وارفع لك القبعه. لكن بتكلم عن الناس التانية اللي انا واحد منهم، مش اي بنت تيجي تكلمك يبقى يا جماعه رجاله اللي بتكراش عليك وتاخد رقمها، ومش اي ولد يجي يكلمك مع رجاله اللي بيكراش عليك وتاخد رقم. لا، ممكن يكون تبقى صحاب جامعه عادي جدا، اخرك معاه او اخرك معاها كشكيل بس، جداول، سؤال في المنهج، حاجه زي كده. وفي ناس تانية هتحس ان انت مرتاح لهم فدول يبقى اصحاب، في ناس تانية مرتاح لهم قوي لا دول يبقى البيست فريند كده. ونفس الكلام برده للبنات. فالموضوع سهل جدا، بس هي بس عشان احنا بنبقى لسه خارجين من ثانويه عامه بندخل على الجامعه بنلاقي الموضوع جديد، اللي هو موضوع جديد بقى وعايزين نجربه والكلام ده، بس هي بتقلب معانا في الاخر بحاجه وحشه. حاجه وحشه ده طبعا جدا ان البنت تبقى مصاحبه ولاد كتيره جدا، وحاجه وحشه طبعا جدا ان الولد يبقى مصاحب بنات كتيره جدا. في ناس تقول لي ولد تبقى مصاحب بنات كتيره جدا، طب ما عادي دي كده حاجه حلوه للولد. ماشي، حاجه حلوه، بس كترها قوي قوي بيبقى بيجيب وجع دماغ للولد. ونفس الكلام برده للبنت، كتر الولاد في حياتك كتير جدا بيجيب لك برده وجع دماغ ومشاكل والكلام ده. طب واحنا ليه؟ احنا عايزين نتفادى كل ده ونعيش حق الاربع سنين او الخمس سنين ايا كانت كليتك او كليتك في الجامعه، نعيشهم وخلاص بحلوها وبمرها بكل حاجه. ليه نجيب لنفسنا ضغط؟ يا رب اكون اتكلمت في الموضوع كله وافدت الناس كلها في الحته دي، وما سبتش فراغات في الحتت دي في الفيديو ده. فلو انت عندك اي سؤال اكتبه تحت في الكومنت وانا هرد عليك على طول. وكل نقطه برده في الفيديو اللي فات بتاع ازاي تعمل الحاجات في الجامعه، او اول حاجه تعملها في الجامعه ايه، او الحاجات اللي انت عايز تحطها في اعتبارك اول ما تدخل الجامعه، هنتكلم برده عليها نقطه بنقطه. ولو انت اصلا ما شفتش اصلا الفيديو بتاع الجامعه ده هتلاقيه هنا او هنا، مش عارف، بس انت هتلاقيه فوق في الاي اللي فوق دي. ورب اكون فدتكم. ومش عارف ايه نظارة طه حسين دي بس عجباني بصراحة. ما تنساش تعمل سبسكرايب لو عجبك المحتوى، ما تنساش تعمل لايك وتدخل على البيج بتاعت الفيسبوك وتعمل لايك. وانا اكتف جدا على التويتر واكتف جدا على الانستجرام، فلو انت عايز تدخل تتابعني يشرفني جدا طبعا، هتلاقي الاكونتات تحت في الوصف. وبس كده، دوسة كوتش، سلام عليكم. We'll be right back.